FM كلام القلب مع طارق الحناشي على FM أحلى راديو. FM أحلى راديو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، السلام عليكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذا موعد جديد من كلام القلب من توا حتى العشرة متاع الليل، اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022. تحية لكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تنجموا تابعونا على شين يوتيوب FM TV ولا الباج فيسبوك راديو FM كلام القلب كالعادة، وين العقل يرتاح شوية والقلب يتكلم أكثر. كلمونا على 56 833 423. يلا كلام القلب. قصص الحب ساعات تخضع لعدة قوانين ولا قواعد، هي ماهيش قوانين دستورية ولا قواعد قانونية، ولكن ساعات تخضع لقوانين اجتماعية ولا عادات تقليدية، هذا اللي تخضع له ساعات قصص الحب. ففي الطريق هذا يا إما قصص الحب تتحدى العراقيل هذه وهالقوانين الردعية القمعية اللي ما هيش دستورية ولكنها اجتماعية، ساعات تنجح في التحدي، في التحدي ساعات ما تكملش التحدي للآخر وتقرر انها تقص واختاني من وجيعة الراس وسايب علي. فمشكون يمن بقصة حبه الى الاخر مهما كانت الموانع ومهما كان عشقه ممنوع يكمل لاخر القصة. الفوارق عديدة، ولكن موضوعنا اليوم قصص حب رغم الفوارق الاجتماعية المادية، بالعربي قصص الحب اللي كانت فيها يمثل عائق الماديات. أنا وانتي مناش من فرد شيرة، مناش فرد كاليبر، احنا خير انتو ما خير، فلوسنا أكثر. هاي العبارة الأصح، فلوسنا أكثر وفلوسكم أقل، وفلوسنا وفلوسكم ما نجموش يعملوا اشتراكية في العلاقة. موضوعنا اليوم هو العلاقات أو قصص الحب رغم الفارق في المستوى الاجتماعي والمادي. كلمونا على 56 833 423. جانا برشا اتصالات من اللي هبطنا الموضوع على الباج انستغرام في راديو FM. أول تليفون معنا هو ريم. أهلا وسهلا ريم. ألو عسلامة، مرحبا بيك. أهلا وسهلا ريم، شو أحوالك؟ الحمد لله. انت لاباس طارق؟ الحمد لله، صحة بخير. انا صحة بخير، انا برشا الحمد لله، انا فرحانة برشا انا حكيت نحكي معك الموضوع، وانا اسعد انك انت قررت تحكي لي وتشاركنا تجربتك. عايشك ريم، تخسي بكو منين تكلم فينا لو تسمح؟ كنت حب انا كان فيك من تونس. من تونس العاصمة. نعم. قداش العمر ريم كانت حب تقول؟ فما حتى مشكلة، 37 سنة. وتقريبا توا نجمو نعملو يعني نسبة في 3 أسابيع هذم، تقريبا الناس الكل في 35 36 37 اللي كلمونا. ما نعرفش شجاعة ولا شنو يا ريم حكاية 35 هذه. والله هي عادي برك اكسبيريونس، معناها عندك، انا متزوجة وعندي بنية بنوتة. متزوجة وعندك بنية ريم. احنا موضوعنا اليوم هو قصص الحب رغم الفوارق الاجتماعية، هل تحديتها ونجحت والا في وسط الطريق قصيت؟ انت اخترت تكلمنا في الخصوص هذا، فمن اين تبدا القصة؟ والله الحمد لله بقى مع نحس تجربتي انا اللي معناها انا نسمع مثل نتاع مسيراجي مش حاجه كبيره بارابور لي انا، فهمتني؟ حتى الكاركتير نتاعو صعيب شويه، هذا الراجل اللي عرفته اي ماهوش سوسيابل، ماهوش بشوش، فهمت؟ بيعت لو كي تشوفه معناها تقول هذا هو صعيب، هو لا ضحكته عزيزه عكسي انا، فهمتني؟ ديما انا ديما نشوفها بضحكه بلعبه. انت بشوشه المجموعه. انا برغم نفس الروسكوب انا كونسير وراجل كونسير على فكره، انا مش نقطه تبيح زوز برج السرطان، ولكن فهمت. اي هو جوان وانا جوي. انت عيد ميلادك توا نقولوا هكا ولا وقتاش عيد ميلادك؟ انا عيد ميلادي بالستات جوي. طيب بالستات جوي، عيد ميلاد سعيد مع بعض التاخير مع بعض الفوارق. انا رغم ذلك انا نحب بعضنا الحمد لله، معنا تعرفنا بعضنا. الحاجه اللي يقول لك ما نحبش نتعاودها ما تعاودهالوش، فهمت؟ يفرض رايو، فهمت؟ انا حق ما عنديش زيت ناقص، اما ماشي الحب هو اللي
كما نقول وينجح العلاقة. أي ريم هو أنت على ما يبدو كيكيم يظهر لي على الأقل كما فهمتين. أنت قلت لي أنه فما فوارق بيناتكم في الشخصية شوي. في الشخصية وفي النيفو. أنا باشولي وعاملة أنيماسيون أنيماتريس مع المراوضة. أي هو هو نيفو كاتريمين سكوندير. آه. دوك عنا فارق تعليمي يدخل في موضوعنا اليوم. التعليم. آه. في التعليم. آه. أنت قارية أكثر منه برشا نقول. ما نقولش برشا لا معنا أخي ما لا المستوى ما عمرك ما شفت معروف بتقارن الراجل بمستوى شوف الفوا نتاعو هذا هو معناها كاركتير وكيفاش فهمتني. أي ولكن أنت باش تعيش معاه معناها ماكش تغضب أنت ماديات. أي ولكن احنا طرحنا هذا مش من باب الخيال لأنه العائق هذا ولا الفارق هذا كان سبب في برشا حكايات انتهاو خاصة كي يدخلوا الأطراف المحيطة بالقصة. أنت العائلة والعائلة ما قلقوكش مثلا ريم في حكاية المستوى لا. ما مرجوكش لا. شوية لا لا أنا أعطيني تخاطي بشني مثل الراجل أنه حاجك ما يشربش. أنت هذا الحاجة الأهم عندك تخاطي أنه حاجة مثل ما يشربش معناها ما عندوش علاقات سمحني مشبوعة مع احتراماتي معناها لبعض الرجال هذه تخانسي أنا بريتالي قلت معني إذا كان أنت معناها تشهر إذا كان عندك دخلات خرجات معناها صهريات أنا راني منه كي تعرفنا أصحابنا قلت أنا وتخانسي بالبيت دونك أنت ريم معناها. أنت ريم في نقوله شروطك شوية ما تشربش أم بمولاك نتعرف عليك. اي فوالا معنى بخانسيب انت ما قولوا المستوى والا الخدمة ما عنده حتى دخل كان يشرب لي نعاون بعضنا. أه؟ كان يشرب لي لا من لول قلت اسمعني من لول كان حق خليقة مشرب قلت ما لا سمحني مع كل احتراماتي قلت نقعد مثل في دار بابا معظم كرنا نخدم بخدمتي قلت عندي صغار بركا عندي 35 صغير وهاني ناكل ونشرب في دار باب ناكل ونشرب قلت نضحك نلعب نعمل واحدة خارجة مع الصغار معناها عادي ما وانت كول وشرب كيما تحب قلت له كول نشرب الماء فهمتني دونك انت الفوارق ما كانتش مشكل في قصة كريم. لا بالنسبة لي انا قلت لك متخانسين شنو فما ثقة وبعد شوية بدينا نتعرف مع بعضنا فهمتني قال لي اسمعني انا راني نجيبش نجيب لك الماديات نجيبش معناها نجيب لك الصياغة والكهرباء وعرفت كما نقول عرفتي صالة كبيرة وكما نقول شوف قلت له انا كان انت نحن نعاونوك احنا بعض انت تخدم انا نخدم راهو لهنا هو الكل انا شنو عندي كي يجيب لي وفر لي برشا حاجات وفقني مش متهنية في داري معاه شنو عندي انا فهمتني لكن ما عندي ما نعمل بيه الماديات مش اساس الماده هي تكون وسيله ماهيش غايه. القصه ان زوز اطراف وفات قصتهم بسبب فوارق في المستوى التعليمي شنو رايك في هذا؟ والله نجم نقول لك انا يمكن ما فماش حب ما فماش انسجام ما فماش ما نعرفش خاطر زوز يحبوا بعضهم راهم يضحيوا الفوارق ما تهمش الفوارق ما تهمش دجا ما لازمش يعتبروها فوارق سامحني انت باش تعيش مع الشخص هذاك ولا مع مستواه الثقافي سامحني حلو باش تعيش مع ديبلوم باش تعيش مع شي باش تعيش انت هو سامحني اذا كانوا دكتور ميدسا ولا اذا كانوا انجينيور سامحني كي تدخل انت للدار كي تدخل معناها يبدا بلشو وش يبدا معناها قايم بواجباته معناها معايا هكا ولا واش باش نحكي لك على الانجينيور نتاعي ولا باش نحكي لك على المرضى ولا واضح احنا احنا في خدمتي ريم نحب نختم برسالة الراجل هذا اللي عرست بيه وحبيته وجبته صغار قلت لي هكا ولا اي عندي بنوته انا والله ربي يفضله لي ونحبه برشا 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 لا خاطبه لا لا خاطبه يعني انت خاطبه ديريكتومون مش في ضمير الغائب انت يا سي انتي يا سي كريم برشا. مثلا اي خاطب انا نحبك برشا اخي برشا 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 وربي فضلك لينا وربي يخليك وربي يعطيك على قد قلبك وإن شاء الله ربي يحفظك من كل سوء ومن كل شر حتى أنا نحب كريم عايش لا أنا حكيت معاك كأني سي كريم أي أوكي حيث كونا زيبا ربي يفضلك وربي يخليك شكرا لك كريم كما يقولوا إن كانوا رسالة هذية كل شيء يخارك رأو صدقني المستوى سمحني تلقاه مزوز متقارين ومتقفين وما يشوش في حياته وما يشوش في حياته فهمتني فقال اخي يروح من الخدمه معناها يبدا مثلا يشد معناها تيستي ولا الاخرى معناها فهمت يبدا يحكي مش مع حتى الصغار ما ينساوش باولادهم راهي هذيك معناها عيشه كما نقول حلو ومر حتى يتعدى العمر. شكرا لك كريم اللي شاركتنا القصه نتاعك يعني نحب الخير كريم خير كريم ايش تحب تهدي المفروض سي كريم فاضل شاكر انا بحبك ولا عمرو ذياب كله الا حبيبي
انا بحبك ولا كله الا حبيبي. انا بحبك. شكرا لك ريم. ولو اني تطرق سامحني ولاني اول غنيه لقيت انا وياه وكانت معناها كما نقولوا بالحب معناها والعرف هي غنيه حسين الجسمي اللي خرجت اول مره وقتها بحبك وحشتيني. بحبك وحشتيني حسين الجسم. هذيك كانت معناها اللي بالحق هذيك اللي كانت بدايه العلاقه ما بيني انا وميسي. كيفاش بدايه؟ في اول لقاء حط لك بحبك وحشتيني ولا بدأ دندن فيها ولا؟ اي بدأ دندن فيها. وانت هالي في اول اللي خدا لي بعد تنشر هدا لي سي دي وقتها قال يا دانش ندير لك سي دي نتاع حسين الجسمي. حسين الجسمي ياسر السي دي سعيد اللي هداهولك. خاطر البوم شيخه بالدمار حسين الجسمي. شكرا لي كريم اللي شاركتنا تجربه نتاعك والقصه نتاعك. باش نخرجوا بحسين الجسمي بحبك وعشتيني من اختيار ريم اللي حكيت لنا قصتها قصص الحب رغم الفوارق الاجتماعية رغم الفوارق زادة تعليمية المادية. شاركونا قصصكم على 56 833 423. حسين الجسمي بحبك وحشتيني. إيه فهم أحلى راديو 8:34 دقيقة. رجعنا معكم في كلام القلب. موضوعنا لليوم هو قصص الحب رغم الفوارق الاجتماعية رغم فوارق مادية أو تعليمية كما القصة الأولى اللي سمعناها. نستناو تجربكم وحكاياتكم على 56 833 423. هل الفوارق هذه كانت سبيل في أنكم تتحداوا وتوصلوا للهدف الأسمى متاع العلاقة وتكونوا مع بعضكم ولا خليتكم تبعدوا وكانت سبب في انهيار العلاقة اللي حبيتوا عليها الطرفين؟ معنا على النومرو 56 833 423 أحمد. أهلا وسهلا أحمد. أهلا بك. صحيتي ليك واللي كيف اللي معك. أهلا بك سيد أحمد. شو أحوالك؟ الله يخليك الله يخليك. عايش. منين تكلم فينا أحمد؟ والله من تونس. من تونس. وين في تونس؟ في تونس في بلسيقة. في باب سويق. سلموا على الناس كل يسمعوا فينا في باب سويقة وفي المدينة العربية وفي كل الأحواز هذيك. قداش العمر راح؟ الله يخليك. 33 كالعادة. مازلنا محافظين على كلها بريسك بين 30 و40. ترى قول لي أنت علاش أحمد زعما أغلب اللي قاعدين يتصلوا على 33 35 37؟ ثقة ولا ملايعين؟ نعم. هل ثقة أنهم يحكيوا تجاربهم ولا الفئة العمرية هذه أكثر فئة ملايعة شوية في الحب؟ نورمال مو أكثر ثقة. باي أحمد أنت اخترت تكلمنا في موضوعنا لليوم هو قصص حب رغم الفوارق الاجتماعية، فمن أين تبدأ القصة؟ والله تبدأ القصة معناتها اللي هي معناتها موسيقى معناتها البر الأمان معناتها أنا خصيتها بعد عامين معناتها حب وغراميات ومعناتها قصة حب كبيرة. معناتها صار لي دعم من صاحبي معناتها في كونغري معناتها في ولاية من الولايات الساحل. اي في سوسة. في سوسة دخل. في سوسة لا في المستير. في المستير بيه. في تحضرت كضيف شرف معناتها مانيش معني بالكونغري معناتها. اي حاضر على روحك. أبار يعطيك الصحة. معناتها دودانكو تعرف على تقريبا معناتها اي وبتقصى بشوي بشوي لدي تغرمت بها صار كوت فودر بيناتنا في الكونغري. عرفتها اي في الكونغري. هي كانت مشاركة في الكونغري كانت تقدم حاجة. هي كانت مشاركة وعجبت يسلم فيها معناتها. عملت بريزونتاسيون وانبهرت بالشو هذاك. يعطيك الصحة. شيت الفيفيت معناتها حسيت وحكيت معاه فرونشمون قالت لي ما فما حتى إشكالية. قلت لها راهو نتحقق في كذا كذا ناخذ نوريك فيكم رواية. شنو هي الكذا كذا اللي تتحقق فيه؟ خلينا نعرف التكنيك خاطر عمري يا أحمد ما نجحت فيها التكنيك هذا. معناتها هي تكنيك معناتها نتاع نيات معناتها برو. اعطيني خويا البرو. بعد الكونغري قلت لها اعطيني نمرو. عملت دخله مزيانه. اعطيني الدخله احمد. اعطيني الدخله خاطر اخوك عمري ما نجحت في الروكونتر الاولى ناخذ نمرو. لا كيك تحيرني وادي معناتها حاب اني نبدا متفرد نحكي معك معناتها. اي خويا يلا خذيت النمرو والدنيا الكل. هيك بكيت معناتها مو وبعد كلمتها معناتها مش معناتها تقول كلمتها. قديش قعدت؟ بكيت مو وكلمتها شهر. اي شهر يعني نسيتك. نسيتك يعني نجم نقول نورمال مو نسيتني. لا هي معناتها طول معناتها كي كلمتها معناتها جاوبتني باسمي معناتها قالت لي صباح لاباس عويلك ديريك تهلا احمد صباح. هيك معناتها استغربت قلت معناها راني قعدت في مخها. يعطيك الصحه ماهيش حاجه فرزيت معناتها حاجه فرزارك. هيك ديجا فتيت على قهوه وفطور في تونس معناتها
راح بطبيعة الحكاية وجبت كرهبتها معناتها وشربنا قهوة وفطور عجبها الأمبيونس عجبها معناتها كاركتيري كذا حسيت بقينا مودة نحكي مع بعض معناتها حسينا رويحنا معناتها متفاهمين في برشا حاجات صارت بيناتنا رولاسيون مزيانة على الأخر معناتها قلت لي علاش الرولاسيون هذيا ما نتموهاش معناتها معناتها في جينيراسيون تاعنا معناتها ولقينا بعضنا وريت فيك حاجات باهية معناتها معناتها اللي حاجات اللي حبهم انا موجودة فيك معناتها وكنتوا ما كوش من نفس المكان انتوما بعد شوية على بعضكم شو؟ بعد شوية على بعضكم ولا؟ لا 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 انا في تونس العاصمة وهي في مصير معناتها بعد يعني جاتني استدعيت انا جاتني بالذمة معناتها بيه؟ سلامت هيك هو كنا مع بعضنا تعرفنا على بعضنا صارت الرسيون مزيانة بعد اقترحت عليا واقترحت عليها وبعد حاسس لو حكمت مخي لقيت العلاقة ماشي بس واصل معناتها علاش؟ باش ندخلوا في الكوتي نتاعها هي معناتها حاجة خاصة معناتها هي معناتها حتى الظروف المادية معناتها أكثر مني برشا إي بالنسبة للمستوى الثقافي معناتها فما إيجاليتي معناتها قراب لبعضكم ما فماش إشكال حتى المونتاليتي إيجاليتي ديما حاجات معناتها بالفارق المادي معناتها كبير برشا حتى لو كان دخلتني العائلة نتاعها معناتها ك لايف شرف معناتها وحكايات في دارهم ومعناتها وامها كانت معناتها انسانه اخلاق عاليه معناتها ورحبت بيا الفكره أم انت قلت رحبوا بيا فقط بتيتر كصديق مش لدرجه انه باش ناخذها يعطيك عشيت صوتي مثال نلقى روحي بيها معناتها في حكمت عقلي نلقى روحي معناتها ما فما فارق بعيد معناتها ليش باش تنجح العلاقه بالرغم اقترحت عليها الموضوع هذايا وحكينا فيه وديجا ديزون عندي دوزون مع بعضنا وعندي دو موا معناتها بعدت عليها وديجا فهمتني بعثت لها ميساج سينو على الفيسبوك قلت لها فما ديكلاراسيون معناتها تشوفوا لها في اف ام قالت لي باش يكون متابعة وفية معناتها ما تسمع فيا قداش عندكم ما حكيتوش انتم ديجا دو موا معناتها انا حكيت معها اخر مره معناتها تقابلنا قلت لها راهو الحكايه هذه ماشي باش توصل ما عندها وين توصل ديجا حتى لو كان باش نقدم ونمشي في ثنيه اللي نحب عليها انا وياك معناتها باش نلقوا معناتها بلوك من داركم معناتها وبالاخص بوك معناتها انا تفاجئت الحقيقه احمد من حاجه نعم انا تفاجئت من حاجه في القصه انت تحبها ما اي سير معناتها سير والمفروض هي تحبك نعرف سير كيفاش وصلت انت رغم انك تحبها وعامين مع بعضكم انت اللي بدرت بكشف المشكل بتيتر كان مخفي هو اما كيفاش مشيت له انت يعني وقت اللي مازال ما طرحوا حد نعم كيفاش مشيت له انت تجري قبل ما يطرحوا حتى حد هربت فيسا حسيتك انا سبقت معناتها سبقت الموضوع سبقت الرولاسيون لكن بعد ما توجعت معناتها انت تكور احمد شويه تلعب تروح كوره تكور نعم تبع شويه كوره اكيد تبع كوره جمعيتك ماذا بيك بعد الواحد شيء تسكر وتقعد التالي ونظم الربح خير ملي نطلع ونعمل سكور حسيتك هكا شويه انا حسبتها لا برغم نحكي معاك ونضحك ونفدلك هكا نعرف مش بالضبط الحكايه لايف معناتها مالا الوجيعة معناتها عندها وقتها وقلت وضعه معناتها ننسى وكذا خلف وضعه معناتها وين باش تمشي نعم خلف ضحكة العاشق دموع كثيرة أكيد هاتيك الصحة في الكون ساعة زي معناتها شقات لك هي قلت لها أنا نبعد وخاطرك أنت ماديا بالرغم هي معناتها سنسفت العلاقة معناتها حاولت المحاولات الكل معناتها عملت المحاولات الكل معناتها ونشكرها على الحكايه هذه خاطر تعزني برشا وتحبني برشا وتحب معناتها الحاجه الباهيه معناتها ديما ليا انا معناتها وانا معناتها كي خديت قرار وحدي وبعد طرحته معناتها حكيناش فيه ما عملناش نقاش فهمتني معناتها قعدنا في قهوه حكينا تاكا تاكا وبعد قلت لها لي سي بون دكتاتور العلاقه معناتها دكتاتور نعم دكتاتور انت والله ما سمعت دكتاتور في ارائك اي سي بون ديزولي دكتاتور شويه اخترت انت خممت انت قررت انت يعطيك الصحة حتى في الكونغري انت نعم حتى في الكونغري انت اللي مشيت يعني انت اللي بديت وانت اللي قصيت اكيد هي صارت وجيعة كبيرة اللي هي وانا حبيت ان نتكلم فيها فيها ونحكي معناتها الحكاية وفي نفس الوقت بعثت لها مثال تقول سامحني برشا معناتها يمكن
عيت لك حالة حب كبيرة معناتها وحطيتني معناتها كيف يقولوها فارس أحلامك، لكن أنا خذيت قرار معناتها باش ما نتوجعش أنا وأنت معناتها. تعتبر روحك خيبت لها ظنونها؟ نعم. تعتبر روحك خيبت الظنون بتاع المرأة هذه اللي كانت تحبك؟ أكيد 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 أكيد. أنت كي قلت لها باش تتعدى في الراديو توا بعد شهرين غياب جاوبت لك شافت الميساج ولا إيه؟ والله شري ميساج جاني ميساج جات فيو قالت لي إن شاء الله تطلبني على الراديو وتقول لي راني نحب معناتها نجي نعرف فيه مالا أحمد هي تسمع فينا توا سورمون ليك الكلمة أكيد. ليك الكلمة وخاطبها خاطبها راني عندي برشا ما حضرتش في عروسات خلنا نحضر في حاجة ليك الكلمة أحمد خاطبها بلي هي هاي تسمع فينا هي هاي هاي معانا تاو تسمع هاي تسمع يلا أحكي أحكي معاه نتشرفوا فيه هاي يلا سوبوز طلع طلع اسمعني السنوع اللي فرد بزيها كلمة واحدة معناتها أنا حبش أذكر اسمها كل راني صور راني حبيتك برشا معناتها ومعناتها أنت الوحيدة في حياتي معناتها اللي عايشتني معناتها عايشة حلوة والأيامات والسنين الزمان عليكم معك راني معناتها حسيت روحي طفل صغير وفي نفس الوقت راني ما نجمش نعيش فرحة من قلبي راه بعدك انت معناتها اكيد راي معناتها واحد في الدنيا دي معناتها موش باش يعيش برشا حاجه ديالي اللي عشت معاك عميقه معاك حاجه اكسترا اوردينير ديما نقولها معناتها بالرغم بالرغم هذاك الكل خيبت ظن خيبت معناتها برشا حاجات شنو حسيتني حاجه كبيره حسيتني معناتها حاجه برانسيبال في حياتك لكن فما نقول لك حاجه زي باش تقولك معناتها فما ما خير مني معناتها اكيد الدنيا ما توفيش راه ومعناتها انا مانيش اخر واحد في الدنيا نقول فيها هذا مش من قلبي معناتها مخي قاعد يتكلم ونقول لك راكي احلى امراه في الدنيا معناتها وربي يخلي لك معناتها الاعز حاجه في حياتك معناتها اكيد يسوع راني نتكلم معناتها بمعزه معناتها مانيش نتكلم معناتها حاجه اخرى لا ماكش بمعزه انت بحب اكيد اكيد شنو يا احمد تو شنو كومبليكي راه شوف كومبليكي انا مخي معناتها شوف قال لي كلام معناتها ما لازمش احكي برشا معناتها نحب نرجعها معناتها عندها امل تي توا امل في انا تي توا يا احمد انا ما نزلتش نوصل بالتليفون اللي هي معناتها والله يا احمد باش نقول لك كلموني شكون يعني معرس بشكون وقلت له قول كلام اللي مرتك ولا لراجلك قالوا كلام وما قالوش كما اللي قلت انت وانت بعد هذا تقول لي خل نمشي رغم الفوارق دي بالك محيطها موش متقلق دارهم مش متقلقين تي خل نظم تي ماكم فرد مستوى قلت لي تعليمي واللي هو سنو حتى كي حكيت مع البارون فيها معناتها وافق هو رافض الحكاية جملة معناتها ما حبيتش نتوسع في الحديث معناتها هو رافض الحكاية رافض الحكاية وخليها هي عندها وجيعة معناتها ما تحبش تخرجها لي أنا فهمتني دار رافضينك ديجا متاح يعطيك الصحة ما حبيتش نتوسع في الموضوع برشا موضوع ثاني دار رافضيني ما لازمش انا نفرض روحي عليهم ولا هي تفرض روحها علي انا معناتها فهمتني علاش انا حبيت انا نكون انا السبب ماهيش هي السبب معناتها حبيت لو جي انا اخذها انا ما تاخذهاش هي فهمتني خويا تارق تسمع فيا نسمع فيك الفهم فهمتك اما يا خويا الدنيا دي واحد ما يخدش فيها معناتها فما حاجات ينجم يخدم فما حاجات ما ينجمش يخدم معناتها شيح ساعات نفرجوا في حاجات في مسلسلات في افلام ونقولوا كيفاش والنهايه ساعات الواقع راهو عنده حاجه اخرى الواقع عنده حاجه اخرى معناتها مانيش عايشين هكاك معناتها من لا شيء وهل يرضى العاشق بالواقع؟ اكيد ما يرضاش بالواقع راهو ما يرضاش امبوسيبل باش يرضى وين اقول هذه وانت قلت هذيك الصحه ومعناتها معناتها المشاعر ما ينجمش واحد يتحكم فيها امراه العقل مهما كان المشاعر واحد القلب ما يريد يعطي الصحه المشاعر نتاعه واحد ما ينجمش يعطيها للي يجي معناتها ما نظنش انا بعد هي باش نقول لك لا 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 بعد هي معناتها مش حاجه من القلب فرحان بها معناتها معناتها الدنيا الكل معناتها كنت نعيش في عالم وليت في عالم معناتها والله على روحي تبرمت شويه معناتها عندي شخصيه قويه ما لكن ضعفت ما مش نحكي لك حاجه اخرى ضعفت معناتها القى روحي معناتها نايف في حاجات نايف لان كنت فاهم قوي معناتها قلت معناتها نمشي فيها من غير ما نوخر التالي معناتها المده اللي بعد المده اللي جات بعد ما قلت لها وقررت انك تبعد
عرفت فيها ناس نساء جاوا في حياتك، عرفت فيها حد اخر جاي حد اخر؟ عملت بلوكاج على روحي يا اخوي تارك، عملت بلوكاج على روحي، بس عملت بلوكاج بس على بيت بس على الدار، حبيت معناتها نرتاح، مخي يرتاح معناتها، كان يخمم برشا وما عادش عندي حتى علاقه مع حتى انسان معناتها، صار لي بلوكاج معناتها، خدمه دار دار خدمه معناتها، يرجعني ساعات الحنين للذكريات نتاعها، فهمتني؟ باش نحس روحي قاعد نعيش وكها، قاعد نعيش مع العباد وكها، حتى كي نضحك نضحك ضحكه مش من قلب معناتها. وهي تعرف هذاك عيب عليا برشا، لكن هي مكبشه، هي في اليوم اللي فات كبشت كذا، قلت لها فما حتى امل ما تحاولش تعملهم الكل معايا باش توصل انا معناتها نخرج معاك في ثنية اخرى، ليه؟ انت تبارك الله عليك معناتها بمخك بعقلك بدارك في هذه معناتها، حاول لماكسيموم تسيطر على المشاعر نتاعك، ما تخليش روحك ماشي في ثنية اخرى. نحبك وتحبني اما شوف واحد ما خير مني، يعطيك الصحة يعطيك الصحة، واحد ما خير مني يلبي لك طموحاتك المادية. ليه ليه مش حتى طموحات يا طارق خويا، يخليك فرد فرد مستوى مادي، ايجاليتي فما ايجاليتي معاك معناتها، ما ينجمش حتى واحد يرفضه، ما ينجمش حتى واحد معناتها يحكي فيه كلمة معناتها حاجة خسارة كلير معناتها في حياتك وفي حياة عائلتك يا فريتو، وانت في العائلة والله يا احمد هي الفرنسيفال. طبعا شكرا اللي شاركنا القصة نتاعك والتجربة نتاعك، ونفهمك برشا اما ما نعرفش كيف نقولها لك، اما حيرت لي شويه مواجع الحقيقه، اما صح عليك احمد، ساعه ساعه صح عليك ساعه، ما عندكش عائق كبير تعرف احمد. نعرف والله نعرف. تعرف حاجه، تمنيت يكون العائق نتاعي هو نفس العائق هذا، بتابل بتابل العائق هذا ما هوش امبتر، تمنيت هكا توا بتبيع انت لك الحريه، ما تمنيت يكون العائق نتاعي هو هذا، راني راني تحديت اكثر اسمك ولي احمد، تمنيت احمد خاطر العائق هذا حسيته بتابل نعم برابور اش كان عندي من عائق وما سلمتش امامه، ما كان 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 عائق كان عائق لا يمكن تجاوزه، يمكن حكمت عقلي هذيك الحاجه، الحاجه الباهيه حكمت عقلي، يمكن يمكن باهيه ويمكن ماهيش باهيه ما نعرفوش، خلي الايام جايه خلي الايام جايه تقول لنا هل تحكيم عقلك كان خير الصواب ولا كان هو قمه الخطا. انا باش نعطي رساله اللي كنت تسمع فينا اللي كنت خاطب فيها، اي اكيد اكيد زيد كبش معاه شوي فما امل. شكرا لك سيد احمد اللي كلمتنا وشاركتنا التجربه نتاعك، قصص الحب رغم الفوارق الاجتماعيه والماديه. كلمونا على 56 833 423، ما خيرش من الغنايه هذه باش تعبر على قصه احمد وائل جسار، استقاله حب. فاصل صغير ثم نسمع وائل جسار استقاله حب، وقعدوا معنا راجعين بعد شوي. انتوما تسمعوا في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM احلى راديو. 58 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب، موصين حتى العشرة متاع الليل، موضوعنا هو قصص حب رغم الفوارق الاجتماعية، مستوى اجتماعي مستوى مادي او مستوى تعليمي، هل قصصكم نجحت رغم الفوارق هذه والا لقات طريق اخر ما كنتوش تحبوا عليه؟ كلمونا على 56 833 423، 56 833 423. معنا فتحي بالتليفون، حاضر فتحي؟ فتحي مازال مش حاضر، دونك بطبيعته كنا باش نتعرفوا فقط على فتحي ونكملوا القصه بعد الاخبار، ما عادش يكفينا الوقت نسمعوا القصه كامله. على كل موصين معاكم حتى للعشرة متاع الليل، هذا موضوعنا قصص الحب رغم الفوارق الاجتماعيه الماديه المستوى التعليمي. كلمونا على 56 833 423، نرجع معاكم بعد شويه في ساعتنا الثانيه بعد الاخبار، ولكن نعملوا ترتيحه صغيره بالموسيقى قبل الاخبار، فما شكون يتحدى علاش عشان الاخر ترتيحها بعشانك، وراجعين بعد شوي.